على أن الله تعالى يقبل ويوصل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس المبارك بهذه الساعة المباركة من الآية القرآنية والأذكار النبوية والأوراد السلفية إلى حضرة سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وإلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج أمهات المؤمنين منهن سيدة خادجة الخضرة وسيدة عائشة الرضا وأهل بيته الطاهرين منهم سيدة النصوان فاطمة الزهراء وأمها وأبيها وبعدها وبنيها وأصحابه الغر الميامين منهم الخلفاء الراشدون ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة المجتهدين منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسلفين الصالحين منهم الإمام علي زين العابدين وبنه الباقر ثم الصادق ثم العريبي وحبابنا الكرام من سلالة سويد وأصولهم وفروعهم وإخوانهم وحواشهم وخصوصا إلى روح صاحب البردة المديح المباركة الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البصيري وخصوصا على أن الله تعالى ينفعنا ووالدينا وأولادنا وجميع أهل بيتنا مشايخنا معلمنا في الدين خصوصا إلى سيدنا وقدوتنا الإمام الأكبر بجبهة الدفاعية الإسلامية مولانا الإمام سيد الوالد أبي الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال إلى هنا علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرامك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا دعونا إلى رعيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما الله على آله وصحابه ويا من يخطب صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه لا berdesak-desakan dan tidak usah terlalu memaksakan diri untuk ke dalam. Jadi yang sudah di sini biar di sini saja semuanya ikut pembacaan daripada Maulid Burdah dan juga nanti begitu iring-iringan daripada kendaraan mobil Habib ya Habib Rizik Syihab dan para tamu mulia begitu datang ke sini kita sudah bersiap untuk memberikan jalan. Setuju semuanya? Dan saya minta selama pembacaan Maulid Burdah semua kita yang ada di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.